حضرتك اكيد تابعت سير العمليه الانتخابيه في الخارج، يعني عرفت نسبه الاقبال والناس قد ايه اقبلت على الدستور. طيب تفتكر ايه سبب نسبه الاقبال الضعيف على الاستفتاء على الدستور في الخارج؟ لا ده احنا سمعنا في التلفزيون ان النسبه عاليه، ما سمعناش ان النسبه قليله. يعني النسبه قليله؟ لا انا سمعت النهارده الصبح الساعه 8 الصبح ان نسبه الاقبال جامده. يعني على قناه ايه؟ على اون تي في. اقول لك ان النسبه عاليه. اه بالظبط كده، يعني بيقولوا كمان لا مثيل لها سواء 2012 او قبل كده ايام مبارك. يعني وانت صدقت؟ انا اللي شفته قدامي، انا الراجل صاحي من النوم الساعه 7:30 الصبح، يعني فتحت الاون تي في لقيت هو ده اللي لقيته قدامي. يعني ما تفتكر الدستور هيتم تمريره بنسبه نعم ولا لا؟ نعم ان شاء الله. بنسبه قد ايه؟ 73% ان شاء الله. حضرتك قرات الدستور او شفت الدستور؟ انا قريت مواد منه. يعني مواد ايه؟ الحاجات اللي تخصنا، يعني انا رايح كموظف اشوف ايه اللي هينفعني كده. يعني ايه اللي قريته وحسيت في الدستور ان هو عجبك وان هو كويس ليك؟ يعني مش متذكر حاجه بالظبط، بس يعني الحاجات اللي قريتها اكيد كويسه عجبتني. يعني طب انهي ماده فكرني؟ طب بماده من المواد اللي انت قراتها وعجبتك في الدستور؟ مواد الهويه، يعني الشريعه والتشريع. ليه؟ ان الدوله مش زي ما كان عاملها الرئيس المعزول محمد مرسي اسلام واخدونا في الاسلام ومش عارف ايه والكلام ده، ولا شفنا اسلام ولا شفنا اي حاجه منهم، والمشروع اللي قالوا عليه ده. طب اتغير ازاي في الدستور بتاع 2013؟ طب هم مشروع النهضه ده عملوا ايه منه؟ هو محمد مرسي في السنه اللي مسكها عمل لنا ايه؟ لا انا بكلم حضرتك اول حاجه، انا اول حاجه ماليش في السياسه دي حاجه، يعني هو محمد مرسي عمل لنا ايه في السنه اللي مسكها؟ انا عن نفسي مبارك لو رجع دلوقتي انتخبه، وجمال ابنه لو نزل انا انتخبه، ولا انتخب السيسي ولا انتخب عمرو موسى ولا انتخب محمد مرسي ولا انتخب اي حد، مبارك لو رجع دلوقتي انا انتخبه. وجمال لو رجع برضك انا انتخبه. امال ليه نعم للدستور؟ عايزين الدنيا تمشي. عايزين الدنيا تمشي، احنا هنقول نعم ليه؟ عشان الدنيا تمشي. حضرتك تفتكر ان مبارك ممكن يرجع او جمال ممكن يرجع؟ والله انا سمعت برضك، ما اقولكيش انا شفت، انا سمعت ان جمال جامع مش 15 مليون توقيع ولا ايه، والله اعلم، كلها اشاعات بنستمع عنها احنا. لو قالوا لك ان مبارك هيجمع توقيعات انت من الناس اللي هتمضي له؟ من الناس اول واحد هديله سواء مبارك او جمال ابنه. هتدي توقعات؟ كنا عايشين في امان، حد قادر ينزل الشارع دلوقتي؟ انا خايف انا بنتي او مراتي او اختي او هتنزل بالشارع الساعه 9 بالليل تنزل الشارع. مش بتحس بكده ولا بتهيألي؟ صح؟ طب انا مش انا في مكتب محاسبة. تفتكر الدستور لو هيتم تمريره هيتم تمريره بنسبة كام في المية؟ قلت لحضرتك بنسبة 73%. ليه 73%؟ النسبة المتوقعة حد إن شاء الله. ليه؟ يعني إشمعنى النسبة دي اللي توقعها؟ يعني عاملين عليه إعلام جامد والناس كلها بتتكلم عنه. شكراً.